يشرع الممثل سمير الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل اليوم الأحد بزيارة إلى الجزائر، كما تدوم هذه الأخيرة لمدة يومين حسب ما أفادت به وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في بيان لها. وجاء في البيان: سيقوم الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل بزيارة إلى الجزائر يومي 12 و13 مارس 2023، في حين تعد الزيارة الأولى من نوعها لبوريل إلى الجزائر منذ توليه منصبه في ديسمبر 2019. كما سيحظى خلال هذه الزيارة الممثل السامي للاتحاد الأوروبي باستقبال من قبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن.